سلمى 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 خير يا فندم. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ ميه وكوبايه قهوه. مظبوط تمام. بوليس سكيورتي اي حاجه. خير يا فندم. في ناس بتطاردني ومش عارفه هم عايزين مني ايه. هم فين يا فندم؟ واقفين هنا واقفين هنا. وبص بس مفيش حد يا فندم. حضرتك بخير؟ مش يمكن بس إرهاق الشغل. أنا آسف. قولي آسف. عن إذن حضرتك. شيء صار. سوهان حاد. ده جالك منين؟ لا دي حكاية طويلة. كنت فاكرة إن أنا قدرت أسيطر على المرض ده جوه السجن. ما كنتش فاكرة إن هو مستني إن أنا أخرج علشان يهجم عليا بالشراسة دي. كل واحد بيخرج من تجربته بدرس، وأنا بقى أخدت المرض ده فوق البيان.